بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله واله وصحبه ومن والاه استكمالا لمكانه المراه في الاسلام نعيش هذا اللقاء المراه في الاسلام انصفها النص الشرعي من قران ومن سنه واوضحنا كيف كان ذلك في حكايه بدء الخلق وهي حكايه تؤسس للعلاقه بين الرجل والمراه وان المساواه امر لا بد منه وان هذه المساواه في اصل التكليف وفي الحقوق وفي الواجبات حتى لو اختلفت الهيئات واختلفت الادوار واختلفت المراكز القانونيه واختلفت الخصائص والوظائف ولكن المراه في الاسلام صارت وراء الكفاءه لم يحرم الاسلام في تاريخه عمل المراه فخرجت وعملت وتولت تقريبا جميع المناصب تولت المراه السلطنه والرياسه والملك ولما قمنا ببحث في هذا المقام وجدنا نحو تسعين امراه تولت رئاسه الدوله باختلاف اسمائها الاميره السلطانه خانوم هانم ملكه تسعين للأسف حتى في مناهج تعليمنا لا يذكرون ولا واحدة قد يذكرون شجرة الدر باعتبار أنه شارع يعني في الزمالك ولا كذا ولكن هناك تسعون امرأة تولت الحكم عايزين نسمع الأسئلة زي ما جرت العادة تفضلي ليه الرجل هو الذي يأم المرأة في الصلاة مش بيحصل العكس لأن المرأة ابتليت خلقة بحاجه مخالفه لشروط الصلاه وهو الحيض ولذلك لو داهمها الحيض وهي اثناء الصلاه تخرج فراح مرتبين الترتيب ده عمليه تنظيميه ان الراجل يبقى قدام والراجل هي تبقى في الخلف وقال خير صفوف النساء اخرها اخر اخر صف علشان تاخد بعضها بشويش وتخرج عندما تخرج من الصلاة تفضلي حضرتك كنت بتتكلم عن المساواة بين المرأة والرجل وإن هي حقها إنها تعمل ودي حاجة طبيعية وكده بس أنا دلوقتي يعني لو هي زوجة وزوجها أمرها يعني إحنا دلوقتي زوجة مجبرة إن هي تطيع زوجها وإن هي ما تعطيهوش فهو حرام هو في نفس الوقت يعني في امور دينيه وامور مش دينيه يعني في العمل لو زوجها قال لها ما تعملش فهي لو ما قطعتوش في الامر ده فهي كده حرام وبرده حاجات دينيه مثلا موضوع الصيام ده لو هو الزوج مش راضي على الصيام ده فهو كده صيامها باطل ف... مين اللي قال لك الكلام ده انتوا جايبين معلوماتكم منين انتوا بتقولوا حاجات غريبه جدا الله يكون في عونكم طب انا هقول انا خلاص فهمت انت عايزه ايه وهقول لك ولكن خلي بالك بالصوره شكلها ايه؟ احنا واحنا ماشيين في الحياه الدنيا انا واحده ست ليكي كل الحقوق وكل الاختيار وكل اي حاجه انت حره وانا واحد راجل ليا كل الحقوق وكل الخيارات وكل اي حاجه المشكله مش هنا انه ده رجل ودي امراه المشكله في عند اختيار المراه ان تتزوج الا هو مين يا بنتي اللي قال لك تزوجيه ومين قال لك تزوج في الزيجة أصبحنا في حالة أخرى غير الذكورة والأنوثة ده احنا بقينا في أسرة بقينا في شركة بقينا في حياة فيها دوائر متعارضة ودوائر يجب ترتيبها علشان الحياة تمشي في هذا في الإطار بتاع داخل الأسرة اللي أنا اخترت اللي نهى الشرع اي ولي ان يجبر اي بنت عليه لما تقول له لا يا ما مش عايزه ده ولا لا يا عم ولا لا يا جد ولا لا اي حاجه خلاص مش عايزاه مش عايزاه ما ينفعش فحضرتك كانثى انت حره وبعدين انت اردتي لان في دافع جواكي انك انت تكوني ام وانك انت تكوني ربّت شوف الكلمة ازاي ربّت منزل يعني مالكة لهذه الاسرة وكذا وعايزة تعيشي هذه الحياة الحلوة الجميلة ده اختيارك فبقى فيه بني ادم تاني البني ادم ده ما هوش كيس جوافة البني ادم ده له وضعية معينة في الحياة الدنيا يعني ما احناش عايزين واحنا بندي المراه حقوقها ان احنا ندهمس على الرجاله اتجوزنا مين بقى قائد السفينه فقائد السفينه لازم يكون واحد منهم ما ينفعش في الشركه ان ما يكونش ليها رئيس ما ينفعش قائد السفينه مين حر الحركه طب ومين حر الحركه الاستاذه حملت فأصبحت تعبانة مش قادرة لا تقوم ولا تيجي وأصبحت بتولد فمش قادرة يا عيني يقولوا نافسة نافسة يعني تعبانة نايمة في السرير الله يكون في عونها بتعاين الموت وهي بتخلف كان عندنا إحدى الكاتبات لما شافت كده قالت الله ده كلام سليم مية في المية اللي انتوا بتقولوه ده يبقى أنا أعترض على ربنا ليه ما خلقتني أنثى وعملت رواية مش عارف الكون يحاكم الإله أو حاجة زي كده طب بلاش عايزين إيه إنه فيش ربنا طب مفيش ربنا طب عيشوا بقى حياتكم من غير ربنا دي تبقى الدنيا مقلب وتبقى الدنيا سودة من غير ربنا انما بقى الرضا والتسليم والتمتع بما اقامنا الله فيه من خير هو ده طريق السعاده ولما نبقى في شركه لازم ليها قاض بيقول ايه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه درجة ايه دي درجة انهم لما يتجوزوا أم هو اللي يبقى مسؤول عن النفقة وهو اللي مسؤول عن الرعاية والحماية وهو اللي مسؤول عن وعلى فكرة ستات الأرض كلهم بيحبوا كده ومش مخالفين لي كده لما مخالفين إمتى لما يحصل خلاف وأنا عايز أمشي رأيي على حضرتك طب ما هو بالتفاهم إحنا أمرنا أن يكون خيرا لأهله وأمرناها أن تكون طوعا لبيتها بالأخلاق بالتربية طيب في عوايد كثيرة سيئة نعدلها عن طريق الإعلام عن طريق برامج عن طريق التربية والتعليم عن طريق التربية في البيت نعدلها حتى نصل الى سعاده الضريب احنا عايزين نصل الى سعاده الضريب نبقى مبسوط ابقى وانا بشتغل او ما بشتغلش مبسوط لكن اللي احنا بنعمله هو ان احنا بنحط العقده في المنشار وساعات ما بنبقاش منصفين شايف في عينيكي كلام عايزه تقوليه تفضلي وحضرتك حضرتك اتكلمت على ال... برضه الطاعه وكده حضرتك برضه مردتش على سؤالي يعني انا بتكلم ان الطاعه دي ممكن تبقى حاجه بتعارض الزوج عايزاه يعني زي العمل ده وممكن ممكن ي... يامرها ان هي لا ما تعملش فماذا نفعل يلا شركه كده وفيها رئيس عايزك انك انت تخلصي النهارده وانت مش عايزه تخلصي النهارده او عايزك ان انت ما تخلصيش الشغلانه دي وانت عايزه تخلصيها كلام مين اللي هيمشي وإزاي وإيه رد فعل المرؤوس مع الرئيس؟ وهل بلاها كده؟ طيب نحي الدين خلي الدين على جنب. الحاجة المثالية تبقى إزاي؟ يعني دلوقتي أنا عايز أشتغل فقال لك لا ما تشتغليش. ما فيش دين ولا حاجة. يبقى في خيار. يبقى أنت هتقولي عدم الشغل قدام استمرار الاسره وتختاري واحده منهم الدنيا كلها خيارات حضرتك لو جيتي وقلتي لا انا ما انا مش عايز الاسره خلاص اطلبي الانفصال اللي هو يغني الله كلا من سعد ربنا اباح هذا اباح ان احنا بس هل في ده عقل وهل ده إنهاء للمشكلة هو إنهاء لمشكلة لكنه مش إنهاء للمشاكل ده بداية المشاكل. فالعلاقات لازم يبقى فيها حكمة يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ولازم يبقى فيها توازن ولازم يبقى فيها خيار ولازم في النهاية يبقى فيها هذا النوع من أنواع الاختيار. هذا الخيار هيؤدي إلى اختيار. تخيلوا يا ولاد إنه فيش دين ولا حاجة. واتجوزنا واختلفنا. يلا حلوها من غير دين. هنحلها ازاي؟ ما في خلاف أهو وكل واحد مصمم على رأيه ولا مؤاخذة ما تأخذنيش يعني مخه زلطة ومش راضي يغير. يلا حلوها من غير دين شوفوا العالم كله بيعمل ايه من واشنطن الى طوكيو بنعمل ايه ونستهدي بما يفعلون وهتجدي ايه هو الشرع الشريف هتجد اللي هما بيعملوه هو الشرع الشريف لانه المصلحه بتقتضي كده ومقتضيات الحياه بتقتضي كده يبقى مال الدين بقى الدين بيشرح لنا بيقول لنا سبيل معين عرفنا نطبقه كان بها ما عرفناش نطبقه طب فكروا طيب شوفوا هتعملوا ايه هو مفيش دين نعمل ايه ادي المشكلة المشكلة ما تعودوش تحطوها بينكم وبين الدين لا دي بينكم وبين الحياه دي حياة يجب ان احنا نتربى على ازاي نسعد فيها ازاي نبقى حلوين مع بعض ازاي لو كنت حقا حبه لأطعته ان المحب لمن يحب مطيع ازاي نحب بعض لدرجة انه لما مراتي تقول انا عايز اشتغل ادورها على شغل على طول ما يبقاش فيه ها المناقره دي بس ده قد لا يتأثر في كل الأحيان ولكن حبوا بعض الحب عطاء وهكذا في حد هنا رفع إيده تفضل أنا كنت عايز أسأل بس إن ربنا ميز الرجل عن الست في حاجات مثلا زي القوة الجسمانية أو إن هي في حاجات الرجل الست ما تقدرش تعملها الرجل ميز الست عن الراجل بحاجات طمين. كتيرة وهي إنها تخرج منها الحياة وحضرتك عامل زي عمود التظانا وبس تمام آه. فهل المساواه ما بين المراه والرجل في كل حاجه دي صح؟ يعني هل المساواه في فرق بين, بين المساواه وبين التساوي. ربنا لم يجعل هناك شيء في الكون على التساوي لكن هنا جعل هناك مساواه. الفرق بين التساوي تساوي يبقى راجع الى كم؟ المساواة تبقى إلى العدالة ولذلك لما بنيجي نكلم الأجانب التساوي ده إيكواليتي إيكواليتي يعني ده قد ده, ده. دي عشرة عشر برتقانات ودي عشر برتقانات تساوي المساواة ايكويتي أحلى طب وايكويتي دي يعني يعني العدالة فربنا لما امر امر بالمساواه التي مبناها وجواها وروحها العداله لا بالتساوي لانها غير حقيقيه ما فيش حاجه اسمها انت زي الشجره والشجره زي البقره ما فيش حاجه اسمها كده لا ده انت انسان مكرم والشجره مثمره والبقره حلوب لكن مفيش تساوي بينهم ماشي ما هو كون المرأة ان هي عايزه مثلا ان هي تساوي الراجل ان هي في الشغل وفي كل حاجه ده هيودي مثلا لمشاكل تانية ان البيت يعني البيت نفسه هيبقى فيه مشاكل يا في حاله ماشي ما هو ما هو ما ينفعش المساواه في كل حاجه ما هو ساعتها هيبقى في مشكله طب ما احنا قلنا اهو يبقى انت لسه ما ادركتش الفرق بين التساوي والمساواه انت بتتكلم كله على التساوي دلوقتي اللي احنا قلنا انه ده غير واقعي وغير موجود نعم تمام هل يصح للمرأة المراه تتولى شؤون المسلمين هل يصح للمرأة المراه تتولى شؤون المسلمين سواء طبعا وتولت تسعين امراه تولت رئاسه الدوله عبر التاريخ الاسلامي هم كانوا من الف واربعمائه سنه مو واعيين وعارفين وفاهمين هذا لكن في حاجه اسمها الشيوع يعني طب في تسعين امراه تولت الحكم طب في كان كم حاكم من الرجال لا تلاقي كتير اكتر من يعني مثلا التسعين دول هيبقى قصادهم تسعة الاف رجل تولى الحكم طب ليه ليه الرجال لهم نصيب ده في البشرية كلها ده ملوش دعوه بالدين احنا بنتكلم على المبادئ بتاعة الدين اللي هو ايه اللي يغضب ربنا وايه اللي يرضي ربنا لكن اللي احنا بنتكلم فيه ده في البشريه كلها انتوا فاكرين ان الدين هو اللي عمل الحاجات دي هي. هو الدين ما عملش الحاجات دي هي. الحاجات دي اللي عملتها مقتضيات الحياه ومقتضيات الحياه اذا مشينا بيها بذكاء هنتمتع بيها وناخد كل فوائدها ونعيش فيها هناء شايفك كده مستعده للسؤال اتفضلي دلوقتي هو ليه حرام البنت مثلا اللي هي الكوسر اللي من 20 سنه لو جالها منحه دراسيه لازم تسافر بمحرم السفر بمحرم او او من غير محرم ده النبي حلها لك ولما جاله خباب بن الارط وقال له استعرض بنا هذا الوادي يا رسول الله قال الا اني رسول الله ولا ينصرني الله حتى تسير الضعينه الضعينه يعني المسافره اسمها كده في اللغة العربية حتى تسير الضعينة من مكة إلى صنعاء وفي رواية من مكة إلى الحيرة الحيرة هناك في البحرين لا تخاف إلا الله والذئب على غنمه يعني مسافرة لوحدها فالعلماء قالوا هو الطريق آمن ولا الطريق فيه قطاع طريق وفيه ناس تعتدي ومحتاجين فيه الى حمايه وسلاح وكذا من لا الطريق امن ما خلاص ابقى اروح المطار اركب الطياره اروح في اي حته يبقى اذا يجوز للبنت ان تسافر وحدها وما ايه حكايه من كانت تؤمن بالله واليوم الاخر لا تسافر فوق بريد الا معها محرم دي قضيه امن دوله قضايا أمن الدولة كانت إزاي؟ البنت تروح لسه الأمن مش موجود كل اللي حوالين المدينة عايزين يقتلوا المسلمين فتسافر فتتخطف يجوا يقولوا له يا رسول الله البنت الفلانية اتخطفت ما يباتش الليل لازم يجيبها في نفس اليوم يلا يا أخينا أنت وهو جهزوا العساكر والكتيبة واجروا دوروا على البنت دي شوفوا في انهي حته وقاتلوا وهاتوها لما اتكرر ده مره اتنين تلاته أهل الله وبعدين احنا فاضيين لكم ده كده امن دوله بنت تطلع يسرقوها ويخطفوها وبعدين انا اجري طب ما هو القوه بتاعتي هتتشتت فراح قايل العباره دي فإذا أمن الطريق جاز السفر، ما أمنش الطريق وكنا فيه حاجة شبيهة بده يبقى لا يجوز إلا بهذا، فهو أمر سموه العلماء معلل. هل الولاد عندهم حاجة؟ اتفضل. عشان المفروض لو راجل ما خلف ولد، الولد ده ياخد ورثه كله؟ لكن لو مخلف بنت، البنت دي تاخد تلتين بس من ورثه والباقي توزع على ناس تانية مش وعياله؟ لا انت مش عارف في المواريث كويس اه اه راجل مات وعنده ولد واحد الولد ده ياخد التركه كلها على فرض انه ما الراجل ده ملوش زوجه ولا ام ولا اب ولا اي حد يبقى الولد ده هياخد التركه كلها لو كان عنده اب وام اللي هو جده الولد ده وجده ده ياخد السدس وده السدس هو ياخد بقيه التركه لو كانت بنت وما هتاخد النص واخو الراجل اللي ميت ياخد النص الثاني، او ابن هذا الرجل ابن عمها يبقى البنت هتاخد النص في مقابل ايه في مقابل ان عليه نفقه هذه البنت عند احتياجها لهذه النفقة الولد ليه بيديله كده لأنه هو مكلف بالمهر لما يجي في الجواز أم يدفع مهر البنت مش ملزمة إنها تدفع مهر الولد هو اللي يدفع مهر مكلف بالنفقة بالنفقة على الأب البنت مش مكلفة بالنفقة على الأب ولا الأم مكلف بالنفقة على ما من نحتاج منها ومكلف كمان بالنفقة على أبنائه وزوجته تكليف تحكم عليه فيه المحكمة المحكمة تقول ادفع وإلا سجنك فمتطلبات ترتيب النفقة فبيديله شيء يساعده في هذا الترتيب لأنه فيه هنا استحقاقات وفيه استلزامات هل في حد ايوه حبيبي اتفضل في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول يعني المفهوم يعني اللي هو ان اغلب اهل النار من النساء هو ده ليه وهي دي فطره عند النساء اللي هم بيذنبوا اكتر من الرجال ولا في سبب اخر لا مش فطره ده صفات بتاتي من الاستهانه بالتعليم المرأة عبر القرون ما اهتمتش بالتعليم فإيه اللي حصل؟ اللي حصل حاجة إحنا بنسميها في علم الاجتماع امرأة ألف ليلة وليلة اللي هي كنا زمان نقول امرأة الكنبة والشلت الرغي ويجيبوا في سير الناس ويجيبوا غيبه ونميمه و الحاجات دي كلها كانت موجوده في الصوره النمطيه بتاعه المراه اللي في الف ليله وليله بعد كده ربنا من علينا ابتداء من القرن التاسع عشر وفاء الناس بدا الناس يهتموا بتعليم البنات واول واحد فكر في هذا محمد علي باشا وفتح مدرسة للبنات كانوا فيها ستين بنت بدأوا يتعلموا وبدأ من هنا مشوار التعليم اللي غير وجه مصر ثم غير وجه العالم كله الإسلامي والعربي والإسلامي لما البنت تعلمت راحت كل هذه الصفات أو أغلبها اللي جاية من الحبسة واللي جاية من الجهل والاميه واللي جايه من الاهتمام بعالم الاشياء دون عالم الافكار ابتدت تقل 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 وكل ما قلت كل ما بدات البنت تنزل وتبقى مديره ووزيره ونائبه في البرلمان ومفكره وكاتبه وكذا الى اخره كل ما كانت المرأة تخرج وتتعلم كل ما كان الصورة النمطية للمرأة بتاعت ألف ليلة وليلة دي مش موجودة هل في حد عايز تفضلي أنا كنت بس عايز أعرف إيه حكم الدين مثلا لما يكون بنت عندها موهبة وبتستغلها مثلا في الإنشاد الديني فهل هيمشي مبدأ اللي هو صوت المرأة عورة وكده مين قال قالك إن صوت المرأة عورة مش عارفه كل اللي بسمعه كتير كل اللي انت سمعه كده طيب هقول لك كلمه بسيطه خالص صوت المراه مش عوره خلاص جاوبتك هكذا نستمر في السير الى الله بنور الدين والى لقاء اخر استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته